في جنيف. إذن قلنا بأن من آخر ما جاء من جنيف هو هذا اللقاء بين المفاوض الأمريكي والمفاوض الإيراني في جنيف. يعني هناك بوادر ثقة رياض سيداوي. لا نعم، إدارة أوباما واضح أنها قامت باتفاق ما مع روسيا بدرجة أولى ثم مع الصين. لاحظنا ذلك قبول الحرب، قد قرعت لقصف دمشق ولم تقصف دمشق، وتراجعت حتى هولندا لخسارة حتى معنويا في المسألة. إذا نفس الشيء اليوم تجد أو تبحث عن حل سلمي مع إيران. لنذكر أيضا أن أوباما لما جاء إلى الحكم في الدورة الأولى كان من أجل مسح إرث جورج بوش الابن الرديء في احتلال الدول، في الاعتداءات العسكرية على الدول، في احتلال العراق وغزو العراق. وبالمناسبة يعني السعودية وقطر ساعد أمريكا في غزو العراق وضرب السنة في العراق وتقديم العراق على طبق من ذهب لإيران، يعني حتى للتاريخ ولنذكر. إذن إدارة أوباما أكثر سلمية، أكثر اتجاه للبحث على الحلول السلمية مثل كل إدارات الديمقراطية على عكس إدارة جورج بوش الأب. فبالتالي لا يستطيع في هذه المرحلة، ثم وبخاصة مع ضغط شديد ويبدو حازم فعلا هذه المرة من روسيا بدرجة أولى ثم الصين ثم هذه الدول الأخرى، العالم بدأ يتحرك فيتبحث عن حل سلمي، عن حل وسط. المفاوضات كما هو معروف في العالم كله هو التقاء وسط، هو تنازلات من طرفين، تنازلات تؤدي إلى حل يرضى عليه الطرفين، وأعتقد أنهم ذاهبون في هذا الاتجاه في الوقت الحاضر. أطار أبو دياب، هناك أصلا هذا الاجتماع الأمريكي الإيراني إن دل على شيء، نعم يدل على نفس جديد، لأنه في الماضي كان يحاول سعيد الجليلي المفاوض السابق أيام أحمد نجاد أن يفاوض الأمريكي مباشرة أمام العدسات، كان يتم رفض التفاوض، لكن في حقيقة الأمر كانت تتم مناقشات. مثلا في الدوحة عاصمة قطر كان هناك وزير الخارجية السابق المقرب للإمام خامنئي السيد علي ولايتي يجتمع بمسؤولين أمريكيين، كان هناك دوما وساطة مستمرة للسلطان قابوس، لم تنقطع يوما خيوط الوصل أو التواصل الأمريكي الإيراني. الروس على العكس مما يقول الأستاذ رياض ليسوا على صلة بهذه المفاوضات. الروس أصلا تحت تأثير اللوبي الإسرائيلي داخل روسيا، هم على نفس الخط مع الجانب الأمريكي في منع إيران في منع إيران من التحول إلى قوة نووية عسكرية. وأزعم وأقول أن ضابط الإيقاع الدبلوماسي خلف مجموعة 5+1 يسمى إسرائيل، لأن من نجح في تجميع هذه القوة لتفاوض إيران وبشكل غير مباشر من أجل حماية مصالح إسرائيل على المدى الطويل هو ضابط الإيقاع الإسرائيلي، الذي هو أيضا له شأن كبير في الملف السوري كما ذكرت إحدى الصحف الروسية اليوم. لذلك أعود وأقول المسألة الآن ليست حسن نوايا بين أوباما وبين روحاني، هي مسألة موازين قوة. الجانب الإيراني يقول أنا لا أعلق، أنا لا أوقف التخصيب، أنا سأستمر بحق التخصيب بصراحة، ولكن ممكن أن أناقش الكميات، لأنها إيران عندها الآن قضبان وقود من اليورانيوم المخصب بمعدل 180 كيلو، هي بحاجة إلى 250 كيلو من أجل أن تصنع قنبلة نووية بدائية. هذا يتوقف على قرار من المرشد، وهذا القرار ممكن أن يؤخذ، لأن إيران إذا شغلت ما يسمى الكثير من أجهزة الطرد المركزي الحديث وعندها أجهزة مخفية في فوردو في نتنز تصل إلى ذلك، لكنني أعتقد أن إيران أذكى بذلك من كثير. إيران تحاول القول اتركوا لي القدرة على أن أصبح ممتلكة لقدرة الخيار النووي، ما يسمى السيطرة على دورة الوقود النووي، أي ما يسمى الخيار الياباني، أي عدم الانتقال لصنع قنبلة نووية عسكرية. مع رفض التخصيب في الخارج، مع رفض التخصيب ورفض نقل اليورانيوم المخصب. ماذا هنا سيكون جواب الأمريكي والفرنسي والألماني والروسي والصيني هذا والبريطاني؟ السؤال الكبير هو هنا، كيف هل سيقبل الغرب بإيران قوة نووية احتياطية أي بالخيار الياباني للحل النووي الإيراني، أم سيفعل كما تريد إسرائيل برفض هذا الخيار؟ نحن إذن أمام مراهنة دبلوماسية عالية المستوى. روحاني لا يمكن أن يذهب بعيدا، لأن هناك ضغط في الداخل الإيراني ولو كان هناك عقوبات من أجل عدم التنازل، لأن
الجمهورية الإسلامية تعتبر البرنامج النووي كبوصلة لتأمين الحياة، هي تخشى في حال خسرت هذه الورقة أن تصبح هناك ضغوط أكثر على إيران. من هنا المسألة ستتطلب المزيد من الوقت، وهناك دول مثل روسيا كما الصين أو فرنسا أو بريطانيا كل لكل مصلحته في هذا الموضوع، لكن في نهاية المطاف نحن أمام لعبة الشطرنج معقدة جدا، لا نعرف من يقول كش ملك، ولن نعلم في النهاية لمن ستكون القلعة. أظن أن الملف النووي الإيراني مترابط مع الملف السوري ومع ملفات كثيرة، والذي يتصور بهذه البساطة إنه ستحصل صفقة سريعة إيرانية أمريكية إسرائيلية أعتقد أنه يذهب بعيدا. نحن لسنا هنا الآن، نحن أمام اختبار قوة عالي الخطر، لأننا من الآن إلى أواخر 2014 كل الاحتمالات مفتوحة في ظل وضع اقتصادي ووضع عالمي متدهور على كل الأصعدة. علي نصر الدين تعليق على تويتر: أتوقع تقاربا جدا بين إيران والغرب بعد نجاح التحالف الروسي في الدفاع عن الأسد. كل هذا يتوقف على النوايا الإيرانية. إذا كان الإيرانيون يريدون فعلا رفع العقوبات، وإذا كانوا جادين في خارطة الطريق الجديدة بخصوص الموضوع النووي، كل شيء ممكن في السياسة، وهي والغرب سينفتح على إيران ولن يعود هنالك مشكل أساسي بين الغرب وإيران. أما إذا استمرت إيران في اللعب على الحبلين، من ناحية تعطي الكلام، ومن ناحية أخرى تقوم بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة ونسب عالية، فإن الغرب لن يتراجع عن موقفه، وهنا كل شيء يتوقف على النوايا الإيرانية. الغرب بالطبع، إيران قوة كبيرة وبلد كبير ومهم واستراتيجي في المنطقة، إيران قادرة أن تكون دولة قوية دون اللعب على الملف النووي. أما بالنسبة للغرب فهو بحاجة فعلا إلى إيران، لأن إيران كما قلت هي دولة قوية وكبيرة ومهمة وغنية، وبالتالي ليس هنالك مشكلة بين الغرب أو حتى بين أمريكا وبين إيران سوى هذا الملف، يعني الملف النووي وتخصيب اليورانيوم. أنا أريد أن أعود فقط لأعلق على كلمتين قالها رياض سيداوي. رياض سيداوي بخصوص إسرائيل وإيران. أنا سمعت الكثير وأنت سمعت والجميع سمع من الإسرائيليين يقولون: وماذا إذا حصلت إيران على القنبلة النووية؟ نحن سنتعايش مع هذا الواقع. لا، نتنياهو تحدث حتى عن ضربة أحادية احتمال. هذا كله كلام بكلام. أما الحقيقة إسرائيل ليست ضد أن تكون إيران قوة دولة نووية وقوة نووية تهيمن على هذه المنطقة، وفي هذه الحالة سيكون هنالك توازن وتفاهم بين إسرائيل وإيران على اقتسام خيرات العالم العربي، طالما العرب في هذه الحال المزرية التي يمرون بها الآن. طيب رياض السيداوي، هل تعتقد أن سياسة الغزل التي بدأها حسن روحاني في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة هذا القرار الأخير للسلطات الإيرانية بمنع المؤتمر السنوي الذي يعقد في طهران والذي وصف من قبل إسرائيل بأنه مؤتمر معادي للسامية، قررت السلطات الإيرانية إلغاءه هذه السنة في عهد روحاني في حين أنه كان ينظم سنويا في طهران؟ شوف، أنا أعتقد أن الإيرانيين ربحوا كثير من الوقت. تعرف يا سي توفيق، منذ متى وحن النقش في هذا الموضوع؟ تقريبا عندنا 10 سنوات. أنا شخصيا منذ 10 سنوات بدأ الملف. صحيح، بالضبط. أنا شخصيا شاركت في عشرات البرامج حول النووي الإيراني، وكل سنة يقول إسرائيل ستضرب، إسرائيل ستقصف سيت المشروع، والإيرانيين يعملون نهارا ليلا ويتقدمون في مشاريعهم النووي. أنا صحيح من الذين يعتقدون أن مصلحة الأمة العربية واستراتيجيتها هي بالضرورة في تنافس على الأقل مع إيران، وفي تنافس مع تركيا، وفي حرب وفي عداء مع إسرائيل التي تمتلك القنابل النووية وليس لها أحد.
لكن أن إسرائيل نجازف ونقول أن إسرائيل تريد وترغب في قنبلة نووية إيرانية، لا، هذا غير صحيح، أعتقد العكس تماما. ولا لحلت المشكلة لدعمتها أمريكا. أمريكا مثلا دعمت الباكستان في القنبلة النووية، وافقت على القنبلة النووية الباكستانية لأنها تراها ستكون ضد الهند وأراتها في توازن استراتيجي جديد. لكن الإيرانيين أحقق الحق، أداروا الملف بذكاء كبير، الناس تعمل ليلة النهار، مطت الوقت، فاوضوا تحت الطاولة وفوق الطاولة، دافعوا عن أمتهم الإيرانية، العرب ينامون، السعودية عندها 500 مليار دولار ولا تريد أن تبني قنبلة ومفاعل نووية، مصر كيف كيف، العراق تبخر، العراق بنسلموه. فقط أريد أن أقول للأستاذ، فقط أريد أن أقول، فقط أريد أن أطمئن، فقط أريد أن أطمئن، أريد طيب طيب ليه طمن ليه لا لا طمنك أريد أن أطمئن الدكتور رياض. خليني كمل بعد طمن. تفضل سيرد عليك. كمل. إذن خلينا نكون على الأقل منهجيين علميين، بمعنى أستاذ خطر غياب، ثمة منطق في هذا العالم. إسرائيل لا يمكنها أن تقبل بالقنبلة النووية، ترفضها، بل ربما التحاليل تقول أن أمريكا هي التي تمنع إسرائيل من قصف المفاعل، لأن العواقب ستكون وخيمة جدا. ولا انتهى يعني كل منطق، ولا حلت المشكلة إذا إسرائيل ترغب في طيب. القنبلة النووية. طيب سيرد عليك خطر المشكلة. سيرد عليك خطر. أنا فقط أريد أن أوضح بأن هذه الدول التي يمكن أن تتعرض لهذه الصفقات، وبالضبط دول الخليج العربي التي تهاجم مرارا وتكرارا، ربما ترتكب أخطاء، ليس هناك من لا يرتكب أخطاء، لكن أن يقف مثقف من أصل تونسي من أمثال الأستاذ رياض ويتخذ دوما من هذه المسألة معزوفة تكرر. هذه الدول أيضا ليست في هذا الغباء. الصناعة الباكستانية النووية الإيرانية، لولا مال ثلاث دول عربية، هي العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وليبيا القذافي، لم تتوصل باكستان لصناعة قنبلة نووية. ولمعلوماتك سميت هذه القنبلة قنبلة نووية سنية. ولمعلوماتك أيضا هناك اتفاق سري على ما يبدو بين السعودية وباكستان، إذا تعرضت السعودية لاعتداء باكستان تكون متضامنة نوويا مع السعودية. والمسؤول العالم الوحيد الذي زار المفاعل النووي أو المنشآت النووية الباكستانية يسمى وزير الدفاع السعودي السابق الأمير سلطان بن عبد العزيز. إذن ما كانت تفعله إيران مع سوريا مثلا، منشأة الكبر السورية كانت منشأة بلوتونيوم تابعة لإيران سرية، كانت تستخدم كاحتياطي عسكري لبرنامج النووي الإيراني، وقام الجانب الإسرائيلي بتدميرها في العام 2007 لمعلوماتك أيضا يا أستاذ رياض. ولذلك هذه الدول أصلا هي دول أيضا متنبهة لأمنها، ولا تعتقد فقط أن العم سام لوحده يحميها. ياسر خطر، أرد عليك بالله، خليني أرد عليك. من مول حرب أمريكا لقصف بغداد وتدمير الجيش العربي العراقي؟ من أزاح صدام حسين السني؟ من ضرب السنة في العراق؟ من اشترى صواريخ توماهوك والكروز لقصف بغداد؟ يا أخي التاريخ يطول. صدام حسين استخدمته حتى أمريكا ضد إيران في العام 1980. صدام حسين ارتكب اخطاء بما فيه الكفايه. حاربوا جمال عبد الناصر، السعوديين وقطر حاربوا جمال عبد الناصر، حاربوا هواريب المدينة. من قال ذلك؟ لم تكن قطر على أيام جمال عبد الناصر. وسيحاربوا قطر، لم تكن موجودة على أيام جمال عبد الناصر. يحبوا تصبح ماكدونالدز، يحبوا الوطن العربي يصبح ماكدونالدز لا أكثر ولا أقل، مجتمعات استهلاكية. كل قوة عربية تحاول أن تبنى إلا تضرب من قبل هذه القوة التي اشترتها. الآن من يدعم الجيش المصري اليوم؟ من يدعم الجيش المصري إلا مصر، إلا السعودية والإمارات العربية المتحدة؟ الباكستان صنعت قبلتها النووية بضوء أخضر أمريكي، أخذت هذا الضوء الأمريكي. ليس صحيح. ولنكن واضحين، من الآن فصاعدا، لا نتحدث على الغرب. يا أخي سويسرا دولة من الغرب، أنا سويسرا ما عندها حتى علاقة، سويسرا أو بلجيكا أو إيطاليا، حتى فرنسا وبريطانيا. لما نقول الغرب فليجب أن نقول أمريكا، واشنطن. ثم محور واشنطن إسرائيل، هو الذي يستفيد، هو الذي يبحث عن استراتيجية في هذه المنطقة.
كررت مرارا استراتيجية أمريكا في المنطقة العربية هي أمن إسرائيل وأمن البترول، وأمريكا لا تريد ديمقراطية في السعودية ولا ديمقراطية في قطر، لأنه برميل البترول سيصبح أكثر من $1,000 للبرميل الواحد. أصل أمريكا ستنتج بترول بدون تكبير دور إسرائيل بهذا الشكل. طيب دور إسرائيل، لو سمعت كريستوفر ماذا قال أثناء الحرب العراقية الإيرانية عندما أرادت إسرائيل أن تضرب العراق، قال هذا ممنوع، وعندما أصرت إسرائيل قال لها كريستوفر إذا كنتم تريدون أن تضربوا العراق فسترون الطيارين الأمريكيين يسقطون طائراتكم. عندما يتعلق الموضوع باستراتيجية الكبرى لأمريكا، لا إسرائيل ولا غيرها ولا ويجب علينا وخصوصا المثقفين وخصوصا المثقفين العرب أن يقلعوا عن تضخيم هذا الدور الإسرائيلي، أن إسرائيل تسيطر على الولايات المتحدة. إسرائيل لا تسيطر على الولايات المتحدة عندما يتعلق الموضوع بالاستراتيجية الأمريكية الأساسية. طيب رياض سيداوي، لديك رد أم نواصل؟ طبعا كما قلت أمريكا عندها مصلحتين في المنطقة، ولا ماشي الصومال خسرت 3 مليون جنود تركتها لحالها منذ 20 سنة، عند البترول يجب أن يتدفق ويجب أن تكون ديكتاتورية تتحكم في البترول، كما قلنا ديمقراطية تعني برميل بترول $1,000. أمريكا عندها. طيب نبقى في إيران عسكري. يا أخي نبقى في إيران. بالنسبة خلينا نكمل، بالنسبة لأمن إسرائيل واضح ما معاش ومزح، إذا إيران مربوطة بأمن إسرائيل، إذا أمريكا تدافع عن أمن إسرائيل فبالطبع أنها لن تسمح بالقنبلة النووية الإيرانية، إذا وجدت صفقة إيران مع أمريكا ومع إسرائيل فستفعلها، وأنا أنتمي شخصيا للمنظومة العربية لأدافع عن مصلحة الأمة العربية، لا مصلحة الأمة الفارسية ولا التركية ولا تعنيني إسرائيل، وتمنيت كما قلت لك منذ بداية البرنامج أنني أدافع عن القنبلة النووية السعودية والمصرية والعراقية والسورية، تمنيت ذلك. لا نريد قنابل نووية يا أخي، لا قنابل نووية ولا سلاح كيماوي ولا سلاح دمشق. لا يا أخي نريد ردع كما قال شارل ديغول. يا أخي نريد التنمية يا أخي. نريد كل هذه القنابل، لا نريد كل هذه القنابل، لا نووية ولا كيماوية ولا كيماوي مزدوج ولا إلى آخر. طيب رياض تفضل. العالم لا يحترم، للأسف العالم لا يحترم إلا القوي، فقط العواصم العربية مستباحة، فقط العواصم العربية تقصف بالطائرات والتواريخ توماهوك والكروز التي يشتريها ملوك الخليج. طيب أنا أعجب من كثير من المثقفين العرب، لماذا تضخيم هذا الدور الإسرائيلي والقدرات الإسرائيلية، أن إسرائيل تحكم الولايات المتحدة وبالأخير الولايات المتحدة تحكم العالم، وبالتالي إسرائيل هي الحاكم الفرد، وفي ذات الوقت التهديم و الكلام الذي يهاجم بعنف كل العرب وكل الأنظمة العربية. لماذا هذا تضخيم الدور الإسرائيلي لهذا الحد، ولماذا التهجم والهجوم على كل ما هو عربي؟ لماذا؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أطرحه على المثقفين. بالعكس، نحن ندافع عن كل ما هو عربي، لكن من يبيع أمته، من يشتري صواريخ توماهوك وكروز يقصف بغداد وطرابلس وتكريت وديالة وغيره، هذا هو الذي يجب أن يحاسب. من يتآمر على الجيش العربية، من يتآمر على القوى العربية، من يشتري بأمواله ماكدونالد وهمبرجر، هذا هو من يجب أن يحاسب يا أخي الكريم. تعرف كم تصرف من قطر؟ طيب لابد أن نبقى في الملف الإيراني. مليار دولار، لابد أن نبقى يا رياض. مليار دولار يا رياض، أريد أن أجيب على ما قاله. لماذا إيران تساعد النظام السوري في قتل شعبه؟ إذا كنت تقول أن الشعوب العربية تقتلها أنظمتها، لماذا إيران من خلال حزب الله ومن خلال ميليشياتها في العراق ومن خلال دعمها لنظام بشار الأسد تساهم في قتل الشعب السوري؟ لماذا؟ طيب رياض لا نريد أن نخرج عن الموضوع الإيراني. طيب إسرائيل قصفت المفاعلات النووية ومراكز أبحاث علمية في دمشق، هل أنتم عرب أم ماذا؟ طيب أي أمة تنتمون في هذا العالم؟ طيب هل نجد يا أخي؟ طيب أنت يا أستاذ رياض لا يمكن أن تزايد على
أقل ما يوجد عندنا من كرامة عربية وشرف عربي. أنت لا يحق لك الكلام هكذا. اسحب كلامك، اسحب كلامك يا منافق. طيب طيب طيب، اسحب كلامك، اسحب كلامك يا منافق. لا 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 لا، لقد دمرتم العالم العربي. خلاص يا رياض، يا رياض، يا رياض، ما هو هذا الكلام؟ شو هذا الكلام؟ منافق المزايد. طيب طيب، إذا كانت إيران تدفع لك، تدفع لك، ولكن تخجل ولو بالقليل. طيب رياض، 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 أتينا نتكلم عن الملف الإيراني وليس عن طروحاتك وهجماتك ورصاتك. رياض، 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 بهدوء. هناك سؤال، هل نجاح المفاوضات يعني فشل التيار المتشدد داخل إيران؟ نعم، نجاح المفاوضات يعني تحول فعلي في طبيعة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويعني أن إيران ستنتهي بشكل أو بآخر من التشدد السابق ومن مرحلة التعنت في ولاية الفقيه نحو نهج جديد وتحول يمكن أن نسميه الجمهورية الإسلامية الثانية مع رفسنجاني وروحاني كقيادة لهذه الجمهورية. سؤال أخير، هل تتخوف دول الخليج من انفراج العلاقات الأمريكية الإيرانية؟ الدول الخليج حذرة من هذا التقارب، لأن الأحداث الماضية والقريبة أثبتت أن هنالك مصالح أمريكية تعلو فوق كل مصلحة. هنالك تخوف، ولكن الدول الخليج تريد أن تنشئ علاقات متساوية وودية مع إيران كجار قريب، وهي ليست ضد إيران بالمطلق، وليست ضد التقارب الإيراني الأمريكي إذا كان هذا التقارب يقود إلى إراحة المنطقة. طيب رياض السيداوي، باختصار، هل أنت متفائل بهذه المفاوضات في جنيف؟ هل ستخرج هذه المرة، وخاصة أن المفاوض الأمريكي يتحدث عن مفاوضات لمدة ساعة بين الأمريكي والإيراني، وأن هذا الحديث كان مفيدا؟ والله أنا لست طرفا يا أخي زي توفيق، هم يتفاوضون تقريبا 10 سنوات والإيرانيين يلعبون بذكاء كبير. طيب، ولكن هذه المرة هناك خارطة طريق جديدة. نعم، يبدو أن ثم صياغة لإيجاد حل، ما مثل ما ثم اتجاه لإيجاد الحل في سوريا، ثم أيضا اتجاه لإيجاد الحل في إيران في إطار حسب رأي نظام عالمي جديد بدأ يتبلور على أثر هذه الأزمة الاقتصادية البنيوية الهيكلية التي انطلقت منذ سنة 2007 ومست بخاصة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. ثم اتجاه لحل المشاكل هذه سياسيا والابتعاد عن منطق القوة، لأن منطق القوة لم يفد شيئا. أمريكا خسرت في العراق، كان ثم فيتنام في العراق، تخسر في أفغانستان، فلن تستطيع دائما استخدام القوة العسكرية. الشكر في الختام لخطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الجنوب، والكاتب والمحلل السياسي علي ناصر الدين، ومعي عبر سكايب من جنيف رياض السيداوي، مدير المركز الوطني العربي للدراسات السياسية، الذي نجح رغم أن الحديث عن إيران في الحديث عن السعودية وقطر مثل ما عودنا. الشكر في الختام لفريق البرنامج، أمسية مريحة للجميع.